لا والله حكم شيعي طائفي بغيض واستيلاء على السلطة وعلى المواقع وإبعاد للسنة. لا تقول لي يعطوهم رئاسة مجلس النواب وثلاث أربع وزراء، ما أدري حتى لو ستة حتى لو 10، تقشمرها شنو وزراء؟ حافظ أسد يحكم سوريا. اسمع هاي هواي معادلة حلوة، عنده 22 وزير دائما، والان بشار نفس الشيء ابنه دائما وزيرين علويين و20 وزير سني، اثنين علويين وهم العلويين. زين من يحكم سوريا، السنه لو العلويين؟ علويين ما يرد لك كل نقاش. زين انت ايش تعطي للسنه؟ كم وزير؟ انت قياده امنيه للسنه تخاف من عندهم ما ترضى تعطيهم. ايش مطيهم؟ مطيهم امن الدوله اللي هو امن وطني؟ مطيهم؟ لا ما مطيهم. ايش مطيهم؟ المخابرات؟ لا ما مطيهم. الاستخبارات؟ لا. الأجهزة الأمنية والاستخبارية بالبلد هم يرؤسوها ومتنفذين فيها؟ لا. حماية المنطقة الخضراء مطيهم، بحيث من يطبون ميليشيات وأهل السنة رجال يقاتلون، قاتلوا أمريكا وقاتلوا غير أمريكا ومن قبل قاتلوا بريطانيا، إذا فمن يدخلون المنطقة الخضراء راح يقاتلوهم، لأن مو العامل طائفي، العامل وطني دفاعا عن العراق. هذول انت ما جايبهم خليهم يحمون المنطقة الخضراء ولا مطيهم أجهزة أمنية ولا كذا. شنو يعود رئيس برلمان؟ شنو يعني رئيس برلمان؟ أنا عضو بالبرلمان مثل حالي من حاله، ما له تأثير رئيس البرلمان. رئيس البرلمان هو عضو من أعضاء البرلمان، مو إنه فد موقع يعني كبير تنفيذي بيده الدولة وقرارات الدولة وكذا، بيده سلطة تشريعية ويانا، وهم مو بيده الرجال. ما اريد ادافع عنها، انا اخاف هذا يعتبر غزل برئيس البرلمان. لا والله حاله من حالي، ما يقدر يمرر قرار اذا احنا قاعدين وما موافقين عليه وما مصوتين عليه. واذا اراد يلعب يقوموا له النواب يقولوا له انت جاي تلعب وعيد التصويت وخلي نشوف عدد القاعدين لا لا، يعني قصد دي انه شو مطيت للسنه. ولذا الان السنه اذا ارادوا يطلعون، وفعلا سارد اقول فدراليه ما اقول انفصال كامل ودوله كامله، بس اذا ارادوا يطلعون ويشكلون اقليم فدرالي انا ايدهم واشجعهم، واول واحد راح يسكن بهذا الاقليم الفدرالي هو انا، لو بالموصل لو بالانبار اروح اجر لي بيت واقعد انا وعائلتي واستشن. افضل صلاح الدين ها او صلاح الدين او كركوك اي طبعا. لا بس جاي اقول يعني لان الموصل احب انا من قديم الزمان دائما اروح لها. وهذا المهم، فاريد اقول انه ذولا عندهم الامكانيات والمقومات ان يبنون اعظم دوله، لانه ارض الانبار اللي هي تمثل ثلث العراق، ثلث العراق ارض الانبار بيها سبع بقع نفطيه، منا الى 100 سنه يصدرون يوميا 3 ملايين برميل نفط وما يخلصن. بيها فوسفات، بيها رمال زجاجيه او الزجاج الرملي، بيها كبريت، بيها نحاس، بيها كل شيء خيرات الله، بيها غاز، غاز عظيم اذا ارادوا يستثمروا يا قطر يا ايران يا كذا. هاي تعيش الانبار منا الى مئات السنين، اجيال واجيال يعيشون. واذا طلعوا من العراق، وبالمناسبه استاذ انور ما دام انت سالتني هذا السؤال، يعني انت السنه يشكلون الان نصف العراق كمحافظات، شلون شنو الدليل؟ الانبار واحد هي ثلث. زين والموصل وصلاح الدين وكركوك وديالة نص العراق ما بقى، راح يبقى للشيعة بس ثلث، لأنه عندنا كردستان أيضا ثلاث محافظات كردستانية، فراح يبقى لهم. زين عراق بلا سنة ما تقول لي شي سوى، يعني ما تقول لي شي سوى، مو أخاف أجيب فد مثل وهم أنت تنتقدني وهم المشاهد ينتقدني. لا والله احكي واللي يصير خلي يصير احكي، ما بي زين هذا المثل وراح احكي، بس قبل ما احكي حتى احصن نفسي ما حد ينتقدني. يقول ابن عباس، عبد الله ابن عباس، هذا نهج البلاغه، واللي ما عنده نهج البلاغه يدخل على جوجل يكتب هذا القول راح يطلع له، موجود بنهج دخلت على امير المؤمنين في ذي قار، بذي قار دخل على الامام علي، ووجدته يخصف نعله، نعاله مقطوع جاي خيطه يخصف نعله، نبذها الي طاني النعال، قال لي ما قيمة هذه يا ابن عباس؟ يقول قلت له لا قيمة لها يا أمير المؤمنين. قال والله هاي عندي أنا هواية أغلى من أمرتكم، من رئاستكم، من سيادتكم، هاي هواية أغلى، هذا النعال عندي كلش غالي. إذا طلعوا السنة من العراق
العراق بعد ما يسوى نعال. هاي اللي اريد اقوله، نعال ما يسوى بعد، لانه راح يبقون الشيعة بيد ايران والبصرة هم مسيطرين عليها، ومدمغة شاقل لك انه بس دين وما دين، وألطم للصبح وابكي. وهسه هسه اكو وباء عالمي مشتاح العراق، يقول لهم اخاف تريدون تمنعون زيارة الحسين، ترى 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 يوم القيامة تشوفون يا بلك تسليط رباني، هذا وباء جاي، شلون اروح يا زياره؟ انت يقول لك التباعد اجتماعي مو تواصل وتقارب، ونطلع ملايين زياره للحسين. جاي تموت الناس الان، جاي تموت بالالاف، جاي تختنق.